يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة مهمة عندنا فيها أخبار وتفاصيل وكواليس كتير جدا جدا تتعلق بالفريق الأول لكرة القدم بالتحديد في النادي الأهلي. هنتكلم ونطلع حضراتكم على كل ما هو جديد يتعلق بالفريق، خصوصا في ظل المرحلة الحالية المهمة جدا جدا بالنسبة للنادي الأهلي في إطار العديد والعديد من المنافسات والمباريات الغاية في الأهمية، فبالتالي تابعونا لحظة بلحظة. الأهم كمان إن احنا بننتظر تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة اليوم، والسؤال بيتعلق بتوقعاتكم لتشكيل الأهلي في مباراة سموحة غدا بإذن الله في نصف نهائي كأس مصر. توقعاتكم للتشكيل والنتيجة هننتظر تفاعلكم من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، وهناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير كما هو المعتاد، بخلاف أن احنا هنتطرق لبعض الأخبار سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد العالمي، لكن أكيد أكيد الأهم بالنسبة لنا كل جديد يخص ويتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي. البداية دايما وزي ما حضراتكم اتعودتوا بأهم وأبرز العناوين، تعالوا نشوف في ترند الاهلي. الاهلي يطالب اتحاد الكره بالتحقيق في اخطاء التحكيم. اخطاء التحكيم. وكمان الفريق يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهه سموحه، بالتوفيق ان شاء الله. واخيرا تغيير موعد مباراه القمه في الدوري. طيب النهارده في عدد من المباريات في مختلف البطولات، خلينا نبتدي ببطوله كاس مصر او يعني البطولات المحليه بالتحديد عندنا هنا في مصر. يعني النهارده في مباراه في نصف نهائي بطوله كاس مصر، مباراه قويه وهامه جدا بين نادي الزمالك وبيراميدز. مباراه هتكون الساعه 6 بعد اقل من ساعه من دلوقتي، فبالتالي اللي يفوز يوصل النهائي وينتظر الفائز من مباراه الغد ان شاء الله باذن الله يكون الاهلي في مواجهه سموحه يكون هو المتاهل عشان يقابل اي من الفرقتين النهارده اللي هيفوزوا في هذه المباراة، وبطولة مهمة بالنسبة للأهلي وجماهيره إن شاء الله يوفق في الفوز بها في إطار المنافسات العديدة هذا الموسم في مختلف التحديات، سواء كأس مصر، بطولة دوري أبطال إفريقيا، الدوري طبعا مهم جدا جدا بالنسبة لنا، وأهم بطولة كمان أو من ضمن البطولات المهمة بطولة كأس العالم للأندية. إن شاء الله الأهلي يكون موفق. دي مباراة اليوم الوحيدة في الكرة المصرية. أما بخصوص الدوري الإسباني فالنهاردة في مباراة أيضا وحيدة في ختام الجولة هتكون ما بين قادش وإليتشي، المباراة هتكون الساعة 10 بالليل. أما بخصوص الدوري الإيطالي فالنهاردة أيضا هتكون مباراة أخيرة في الجولة الحالية من الكالتيو، هتكون ما بين إمبلي وسامدوريا، المباراة هتكون الساعة 10 إلا ربع. دي أهم وأبرز المباريات في مختلف البطولات سواء المحلية أو العالمية. كالعادة عندنا كلام كتير جدا مهم وتوضيحات لازم نقول لكل جماهير النادي الأهلي عليها ونتكلم فيها بتفاصيل، وآخر الكواليس اللي بتتعلق بالفرقة بتاعتنا اللي إن شاء الله تكون موفقة في مباراة الغد، خصوصا الاستعداد النهائي والأخير بيجرى في هذه اللحظات على استاد مختار التتش مقر النادي الأهلي بالجزيرة. هنقول لكم برضو كواليس الاستعدادات الأخيرة وختامها قبل مباراة الغد بإذن الله تعالى، فخليكم تابعنا بس نروح لفاصل الأول، بعد الفاصل نرجع نكمل، مستنيكم يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره تانية. عندنا كلام كتير جدا مهم بالتحديد قبل ما اتكلم على استعدادات الاهلي الاخيره لمواجهه سموحه غدا في نصف نهائي كاس مصر، والكلام هيكون في الجزئيه دي كتير اكيد ومفصل، لكن خليني اتكلم على بعض الجوانب المهمه اللي بتتعلق بالنادي الاهلي واللي بيتضرر منها النادي بشكل عام بصوره واضحه للغايه، وهو ملف التحكيم المصري. للاسف للاسف احنا كنادي اهلي بالتحديد عانينا منه بشكل كبير جدا جدا جدا، والحلول ما بقيناش عارفينها لان ما فيش نيه واضحه عند المسؤولين لتطوير منظومه التحكيم في مصر، وللاسف دي حاجه سلبيه جدا جدا مش على النادي الاهلي بس، على منظومه الكره المصريه بشكل كامل. لكن تقول لي مين؟ تقول لي مين؟ في خلافات، في صراعات داخل لجنه الحكام بالاتحاد المصري لكره القدم، ده امر مؤكد، ده امر مؤكد، انا بقول لك معلومه، خلافات وصراعات شديده وبيتسبب فيها شخص واحد وبعينه، تمام؟ وهقول لحضراتكم على اسمه، لكن بالتحديد خلينا نتكلم على خطاب النادي الاهلي النهارده او خبر اللي النادي الاهلي نزله النهارده، وهو الخاص بارسال اداره النادي الاهلي بالامس خطاب للاتحاد المصري لكره القدم بيطلب فيه التحقيق في الاخطاء التحكيميه المثيره للجدل. هل في اخطاء تحكيميه مثيره للجدل ولا لا؟ طبعا في، طبعا في مليون في الميه، واللي يقول غير كده يبقى هو واحد مش بيتفرج على الماتشات، مش متابع، مش حقاني، ملهاش حل تاني، تمام؟ ماتش المصري الاخير في كوارث مش اخطاء، كوارث، ضربه جزاء صحيحه للنادي الاهلي بتاعت قفشه اللي خد فيها قفشه 20 غرزه، خد فيها قفشه 20 غرزه،
بس للاسف عبد العزيز السيد ما ناداش وليد عبد الرازق. وليد عبد الرازق كده كده كانت واضح جدا. بص بص اللقطه دي يا جماعه هتجنني، اقسم بالله هتجنني، اقسم بالله هتجنني. مش لاقي لها اي تفسير والله، عمال الاقي لها بدور لها على اي مبرر، مش لاقي، مش لاقي. حمدي فتحي بيعترض، هتقول لي يا امير احنا اتكلمنا في الموضوع اول امبارح، ماشي يا سيدي هتكلم فيه تاني وعاشر. حمدي فتحي بيعترض، بص بص عينه، بص عينه الكابتن وليد عبد الرازق اهو. جه انت جيت يا بتقول لي اهلا وسهلا، اخيرا يا عم فرصه اديك انذار، خد يا باشا الانذار اهو يلا. ما بقولش ان نيه الحكم حاجه معينه، انا بقول لك اللي انا شايفه واللي حضرتك شايفه واللي حضرتك واخد بالك منه. واحد ما لحقش يقول ازيك يا كابتن وليد، ما لحقش حتى يقولها، ولو قال له ازيك يا كابتن وليد عامل ايه، او اللي بيقول له مثلا شكرا يا كابتن وليد على المباراه النهارده مش عارف ايه، كان هيطلع له انذار برضه. هل بقى عشان متولي لو خد الانذار يتوقف في ماتش القمه؟ هل بقى لاسباب اخرى؟ هل هو متضايق من متولي في حاجه معينه؟ متولي مضايقه وعمل له حاجه بتاع؟ مش عارف، ماليش دعوه، مش هدخل في نوايا حد، بس اللقطه واضحه بالنسبه لنا كلنا كلنا، ما فيهاش اي نقاش. بخلاف طبعا قصه قفشه ضربه الجزاء الواضحه جدا، بخلاف التدخل العنيف والمتهور على محمد شريف في احدى الحالات اثناء المباراه، ما بقولش ان هي ضربه جزاء بس كنت بقول ان هي تستوجب العوده للفار، ربما كان يبقى فيه هناك حاله طرد، لكن للاسف الفار لا هو هنا نايم والحكم الكابتن وليد عبد الرازق برضه ما تعرفش، تعرفش موقفه ايه. انا بحاول انتقي مصطلحاتي على قد ما اقدر، فالاهلي ليه حق، ليه حق. فاكمل لكم خبر النادي الاهلي او خطاب اللي كمان ارسله النادي الاهلي الاتحاد المصري لكره القدم، قال لك والتي وقعت بحق فريق الاهلي، طبعا قصده على الاخطاء التحكيميه المثيره للجدل، بحق فريق الاهلي في مبارياته الاخيره بالدوري، والعمل على ارساء العداله المنشوده وتحقيق مبدا تكافؤ الفرص بين الانديه المتنافسه. هل يا جماعه ده اول مره الاهلي يبعت خطاب للاتحاد على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا بخصوص التحكيم؟ مش اول مره. طيب هل الاهلي في ايده حاجه ثانيه يعملها؟ هل الاهلي في ايده حاجه تانية يعملها؟ دي حاجه تتعلق بالنادي الاهلي ومجلس ادارته، هم اضرب كل شيء. لكن احنا حضرتك يعني ما هو المفروض ان انت بتشتكي على امل الاصلاح، على امل التنبيه، على امل لفت النظر للمسؤولين عن الكره المصريه وعن لجنه الحكام في تعديل الموقف. هو هنا قفشه يا جماعه، بس انا سؤال، هو الدم ده ايه؟ يعني قفشه مثلا بيمثل، عارفين مثلا زي الافلام والمسلسلات كده بيبقى في حاجه زي شبه الدم كده، مثلا لما حد يكون ضرب حد بالنار، حاجات الكوميديه والتراجيديه والاكشن والكلام اللي هو السسبنس والحاجات دي. مستحيل، ده واحد واخد بوكس في حاجبه والعين زي ما بيقولوا عليها حارس الحمد لله، بوكس خلاه ياخد 20 غرزه. مين اللي لمس الكره الاول هنا؟ مين؟ قفشه ولا غيره؟ قفشه. طب فين الكابتن عبد العزيز السيد؟ الله اعلم. هل الفيشه بتاعت الفار كانت متشاله؟ الله اعلم. هل في اي حاجه من الحاجات اللي الله اعلم. لكن دي ضربه جزاء ولا لا؟ ضربه جزاء مليار في الميه. انا بقى الكره بتاعت يا ريت تجيبها لي يا بيبو بتاعت محمد شريف، عشان سمعت احد خبراء التحكيم، احد خبراء التحكيم اتكلم وقال لك ايه؟ قال لك كان الكابتن عماد متعب اعتقد بيقول له رجله كانت ممكن تتكسر، رجل محمد شريف كانت ممكن تتكسر. قال له هي اتكسرت؟ يعني احنا المفروض نستنى؟ يعني احنا المفروض نستنى لما رجل اللاعب تتكسر عشان ياخد اللاعب المتهور اللي دخل التدخل العنيف ده ياخد حاله طرد مثلا، او عشان الفار حتى ينادي يقول له تعالى شيك معايا على الحاله دي نشوف الوضع ايه، تعالى نفكر مع بعض بصوت عالي. امال الفار معمول ليه يا جماعه؟ الفار معمول ليه؟ فتلاقي حد من خبراء التحكيم يقول لك هي رجله اتكسرت؟ لا يا سيدي ما اتكسرتش. لا يا كابتن ما اتكسرتش. هل انت يا كابتن كنت منتظر ان هي تتكسر عشان تقول ان الكره دي فيها تدخل عنيف وتستوجب على اقل تقدير العوده لتقنيه الفار، ان الفار ينادي الحكم وليد عبد الرازق فيرجع يشوفها؟ هل كان ده المنتظر؟ هل ده اللي احنا كنا مستنيينه؟ دي كانت ممكن تجيب للاعب كسر مضاعف، كسر مضاعف بدون مبالغه. بص يا سيدي كسر مضاعف بدون مبالغه، فادي خطا من الاخطاء. الست دقائق اللي في الوقت بدل الضايع اتلعبنا منهم كام دقيقه يا جماعه؟ يا جماعه هنفضل لحد امتى كده؟ هنفضل لحد ده؟ ربنا ستر والله في التدخل ده. فحاجة للأسف صعبة جدا، عندنا مشاكل تحكيم. نتمنى أن الاجتماع اللي يقال أنه هو النهاردة ما بين رابطة الأندية المحترفة والاتحاد المصري لكرة القدم وأيضا كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام يكون نتيجته أو ليه نتائج إيجابية في صالح الكرة المصرية بشكل عام مش في صالح النادي الأهلي. الأهلي أرسل خطابه في انتظار الرد
من الاتحاد المصري لكرة القدم. طيب تعالوا نخش على ملف آخر وكان بيشغل بال كل جماهير النادي الأهلي بل الوسط الرياضي بالكامل خلال الفترة اللي فاتت والشهور كلها اللي فاتت، وهو ملف كهربا. وبشكل أخير وأكيد ومؤكد كهربا يحق للمشاركة مع النادي الأهلي بداية من مباراة الغد على حسب الرؤية الفنية لمستر كولر المدير الفني للفريق. اتحاد الكرة أكد النهاردة للنادي الأهلي في خطاب رسمي، وهقرأ لحضراتكم الخطاب بتمعن شديد، بتمعن شديد زي ما حضراتكم شايفين كده. أكدوا للنادي الأهلي حقية مشاركة كهربا في المباريات بداية من مباراة أو من لقاء سموحة غدا. قال لك إيه بقى؟ السيد الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، ده الخطاب اللي من الاتحاد الكرة للنادي، خطاب وصل من اتحاد الكرة للنادي النهاردة، تمام؟ تحية طيبة وبعد، يسعدني أن أهدي سيادتكم أطيب تمنياتي لسيادتكم دوام النجاح والتوفيق إيماء للخطاب الوارد إلينا من ناديكم الموقر بتاريخ 15/1، لأن الأهلي هنا يا جماعة بيعمل إيه؟ الأهلي بيأمن موقف لاعبيه، خلي بالك، الأهلي مش طرف في الأزمة. الأهلي بيساند طبعًا اللاعب بتاعه واقف في ظهره وكل حاجة، بس في حدود معينة، فالأهلي بيدعم اللاعب وبيأمنه، فعشان كده الأهلي راح بعت خطاب لاتحاد الكرة يا جماعة بعد إذنكم ابعتوا لي خطاب بأن كهربا يحق ليه المشاركة، فهو ده الخطاب اللي وصل من اتحاد الكورة. فبيقولوا يا جماعة بعد ما انتوا بعتوا لنا خطاب يوم 15/1/2023 بشأن الاستفسار عن مشاركة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا في المباريات بداية من مباراة سموحة المحدد لها 17/1/2023، نود أن نحيط سيادتكم علما أن الإيقاف الموقع على اللاعب بدءا من 11/7/2022 لمدة 6 أشهر كحد أقصى بناء على الخطاب الوارد إليكم واختارنا به، وكذلك الخطاب الوارد من الفيفا في تاريخ 26/12/2022 بشأن هذا الموضوع بانتهاء مدة الإيقاف، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الملف إلى لجنة الانضباط بناء على طلب المدعي في المواعيد المحددة. وبناء على ما وصلنا من الفيفا وبعد تقديم المدعي طلبا للجنة الانضباط بالفيفا في 12/1/2023 فإن اللاعب من حقه المشاركة في المباريات لحين صدور قرار آخر من لجنة الانضباط عفوا من لجنة الانضباط والمحدد لها جلسة 2/2/2023 للنظر فيها، وعلى النادي مراعاة تنفيذ لوائح وقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير. مين ده اللي باعت؟ الأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، وحاطط امضته. فكده ايه؟ خلاص كهربا يحق ليه المشاركة. يحق ليه المشاركة بناء على الخطاب اللي حضراتكم شفتوه دلوقتي اللي وصل للنادي الأهلي النهارده من المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أو الاتحاد يعني بشكل عام، بتوقيع المدير التنفيذي بخصوص مشاركة كهربا بشكل طبيعي. نتمنى له يا رب كل التوفيق، وكهربا بإذن الله يكون إضافة للفرقة خلال المرحلة المقبلة. بغض النظر احنا هنا يا جماعة مش بنتكلم على الأطراف في القضية ولا أي حاجة خالص، احنا اللي يخصنا اللاعب. فبالتالي اللاعب احنا مبسوطين بعودته للمشاركة مع النادي الأهلي في مختلف المباريات بمختلف البطولات، ومشاركته دي متروكه طبعا للجهاز الفني بقياده كولر، نتمنى له كل التوفيق. فده موضوع كهربا عشان تبقى القصه واضحه بالنسبه لكم. طيب يوم السبت اللي جاي مباراه الاهلي والزمالك في القمه بطوله الدوري، مباراه مهمه جدا يوم 21 من شهر المقبل اللي هو السبت الجاي. كان المفترض المباراه تبقى بشكل طبيعي الساعه 7 مساء، احنا عارفين بعد القرارات الجديده بدايه الموسم ده ان المباريات كلها الساعه 7 مساء، بس اخر مباراه يعني تبقى الساعه 7 مساء، لكن بعد تعديل الموعد بقى اصبحت المباراه الساعه 8:30 مساء. ده تقريبا ليه علاقه بمشاركه منتخبنا الوطني لكره اليد اللي بيتالق في كاس العالم في السويد، اللي فاز على كرواتيا لأول مرة في تاريخ البطولة، واللي فاز على المغرب كمان في مباراة أخرى. فبالتالي عشان كده يعني عشان المواعيد ومراعاة المواعيد في المباراة بقت الساعة 8:30، إن شاء الله الأهلي يكون موفق في هذه المباراة. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا. أهلا بحضراتكم مرة تانية. خلينا بقى نتكلم على استعدادات الأهلي الأخيرة لمباراة بكرة إن شاء الله بإذن الله تعالى قدام سموحة في نصف نهائي كأس مصر، مباراة طبعا مهمة، يعني نتكلم على خروج المغلوب ده طبعا بطولة كأس مصر. بطولة مهمة بالنسبة لك، انت الموسم اللي فات ما قدرتش تفوز بمختلف البطولات لظروف مختلفة، لكن في نفس الوقت انت بتحاول من خلال الموسم ده انك تعوض ما فاتك، لان جمهور الاهلي زي احنا متعودين دايما مش بيعيش على الماضي، مش بيعيش على الذكريات ايا كان البطولة اللي خدها قبل كده ومدى اهميتها ومدى غلاوتها، لكن انت دايما بتبقى عايز اللي جاي.
اي بطوله انت داخل فيها جمهور الاهلي طموحه الفوز باللقب، طبعا مع الاعتراف بان المنافسه صعبه، لازم ناكد على الجزئيه دي، المنافسه او المنافسات بشكل كامل بقت صعبه، بل صعبه للغايه، لكن انت قدها وقدود يا اهلي بجمهورك بمنظومتك كلها، مجلس الاداره بكل حاجه، ان شاء الله الاهلي يقدر ان هو يتخطى مباراه سموحه ويحقق مختلف البطولات اللي بياخدها هذا الموسم. الاستعدادات اخيره بالنسبه للنادي الاهلي النهارده في المران اللي بيجرى الان في استاد مختار التتش بالجزيره، ودي لقطات من تدريبات او ما قبل تدريبات اليوم او قبل انطلاق المران مباشره. حاله الابتسامه اللي موجوده والراحه يعني النفسيه والذهنيه على بعض وجوه اللاعبين، ابرزهم محمود عبد المنعم كهربا. محمود عبد المنعم كهربا يعني طبعا يعني بيسلم على الاستاذ جمال جبر مدير اداره الاعلام بالنادي الاهلي، واللي اكيد بيبارك له بعد الخبر النهارده وبعد تاكيد اتحاد الكره على احقيه كهربا في المشاركه في مباراه او بدايه من مباراه الغد امام سموحه في بطوله كاس مصر. الابتسامه على كهربا واضحه، اللاعب سريع اكيد المعنويات عنده مرتفعه، اللاعب سعيد قصدي، اكيد المعنويات عنده مرتفعه للغايه بخصوص المشاركة في المباريات بشكل عام، وده أمر مهم جدا وبيهم كولر جدا 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 بالمناسبة، يعني خلي بالك كده بين السطور اللي أنا بقوله لك يعني. ففي كل الأحوال نتمنى له يا رب كل التوفيق. طبعا المباراة الأخيرة تعادلنا مع المصري، بنزعل لما بنتعادل أو لما بيكون في تعثر بشكل أو بآخر، لكن شفنا ظروف التحكيم، إحنا كنا كويسين الشوط الثاني، الشوط الأول ما كناش قوي، في بعض النواقص وبعض الجوانب اللي محتاجين نشتغل عليها، بعض السلبيات اللي محتاجين نعدلها، كل الكلام ده إحنا متفقين عليه، بنتكلم على الصعيد الفني تحديدا. لكن في نفس الوقت خلينا نفكر في اللي جاي، لان مباراه بكره هي مباراه بطوله قدام سموحه، بعديها مباشره مباراه الزمالك في قمه بطوله الدوري. المسافه ما بينك وبين الزمالك حوالي 5 نقاط دلوقتي، مهم قوي ان انت تبعد بفارق النقاط عن نادي الزمالك من خلال فوزك عليه يوم السبت باذن الله 1-1، لكن اكيد خطوه سموحه هتفرق معاك ايجابيا ومعنويا وذهنيا ونفسيا قبل مواجهه القمه امام نادي الزمالك، وخصوصا لما نشوف كمان مباراه الزمالك النهارده قدام بيراميدز هتنتهي على ايه. فبعض الاحيان اللقطات اللي حضراتكم شايفينها والمرح ده والهزار وكلام من تبقى مطلوبه لرفع بعض الضغوط، خصوصا في توالي المباريات وعدد البطولات الكثيره اللي بيشارك فيها النادي الاهلي. طيب خليني اروح سريعا للزميل العزيز كريم احمد من رئيس القناه الاهلي من مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نطمن من خلاله على الاستعدادات الاخيره قبل مواجهه الاهلي لسموحه بكره. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز امير هشام، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم. بص بقى، احنا دلوقتي عندنا فتره صعبه جدا مليئه بالمباريات مليئه بالتحديات، بدايه من مباراه بكره قدام سموحه، اكيد مباراه مهمه جدا في بطوله الكاس، هتخش بعد كده على ماتش الزمالك، هتخش بعد كده على البنك، تخش على كاس العالم للانديه، اذا اكيد كلنا متفقين يا كريم ان هي مرحله صعبه للغايه وهامه وحساسه جدا في موسم النادي الاهلي. عايزين نطمن من خلالك على الحالة المعنوية بالنسبة للفريق بالتحديد قبل مباراة الغد وأبرز ملامح استعدادات الفريق. بالتأكيد طبعا يا أمير، يعني بتتكلم في نقطة مهمة جدا، أقدر أقول لك هي يمكن أهم مراحل أو أهم فترات الموسم، هذه الفترة وهذه المرحلة من الدوري إلى الكاس ومن الكاس إلى أيضا كمان كأس العالم للأندية، أمور عديدة جدا وتحديات كثيرة كالعادة أمام فريق النادي الأهلي، لكن في كل مرة الحقيقة يا أمير هنأكد على هذا الأمر، المساندة الكبيرة الجماهيرية اللي بيساندها جمهور النادي الأهلي بشكل كبير جدا للاعبين، أيضا كمان الرغبة المتجددة، بيقابلنا بدلك بيقابلنا ظروف بيقابلنا ظروف مباراة بشكل كبير، لكن لابد إن أنت تقفل كل مباراة بما فيها وبما عليها وتبدا تبص في القادم، انت طالع من بطوله الدوري العام داخل في مباراه نوك اوت، مباراه النوك اوت انت عارف محتاجه ترتيب، محتاجه تجهيز، محتاجه ايضا كمان يكون عندك قلب كبير بنهدر فرص بشكل كبير جدا، لكن هذه المباراه مباراه الكاس تحديدا محتاجه استغلال انصاف الفرص، عشان كده انا عايز اطمنك في تدريب الامس تحديدا، انا مش هكلمك على تدريب اليوم لكن تدريب الامس الحقيقه كان يعني بكل جديه وبكل قوه وبكل حماس، الحقيقه فريق النادي الاهلي كان بيشارك فيها التدريبات كل اللعيبه، يمكن من كولر كالعاده في كل التدريبات بينهي التدريب بتقسيمه مدى الجدية ومدى الحماس الكبير يا امير الحقيقة اللي شفناه مع لعيبة النادي الاهلي بيدينا انطباع كبير ان خلاص المباراة الاخيرة في بطولة الدوري العام تم انتهى تماما، القادم هو افضل، لان انت عندك بروفه مهمه جدا في بطوله كاس مصر ومنها الى مباراه الزمالك، لكن بنامل ان لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني المباراه هتاخد اكيد جزء من التفكير، لكن مش عايزينها تاخد تفكير بشكل كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي وهي تحديدا مباراه الزمالك، هتقابل بكره سموحه بتكدلات دفاعيه بغلق مساحات بامور يعني بتزود الصعوبه بشكل كبير جدا، لكن ان شاء الله باذن الله كالعاده كولر
يبقى عنده الرؤيه، يبقى عنده ايضا كمان ازاي هنقدر نوزع الجيم. كل الامور دي الحقيقه عندنا ثقه كبيره جدا في الجهاز الفني بالكامل وقياده مستر مارسيل كولر. لكن ارجع للعيبه النادي الاهلي كمان، يمكن النهارده اطمنت بشكل كبير جدا على مجدي قفشه. يعني بسؤالي كده المجدي موجود بكره؟ قال لي لو 200 غرزه يا كريم هبقى موجود ان شاء الله. النادي الاهلي محتاج كل اللعيبه، ودي الرساله اللي احنا بناكد عليها. كل اللعيبه بتتكلم على هذا الامر، يعني بتتكلم على المرحله دي، مرحله مهمه جدا. كهربا يمكن انت اتكلمت عليه، هقدر اقول لك ان كهربا خلاص بقى هي طبقه رؤيه فنيه لمستر مارسيل كولر اللي دافع بيه في المباراه ابتداء من مباراه الغد. يعني خلاص الموضوع بالنسبه لنا بقى رؤيه فنيه. الراجل عايز يظهر كهربا بالشكل الذي يليق. بخصوص كهربا، انا عارف انت اكيد ممكن تكون تواصلت معاه او حاجه، انت قريب جدا جدا في الحقيقه من الفرقه. انا عايز اعرف ازاي تلقى كهربا خبر احقيته في المشاركه مع النادي الاهلي بدايه من مواجهه الغد، وصف لي الحاله المعنويه بالنسبه للاعب بالتحديد. يعني انت عارف يا امير طبعا لعيب كلمة بترفع معنوياته بشكل كبير جدا، وكلمة بتأثر عليه بشكل كبير. النهارده كهربا كان في قمة السعادة، ويمكن مش النهارده كمان، مجرد ان هو تلقي الخبر صباحا اجتهد بشكل كبير جدا، امله في ربنا سبحانه وتعالى. الصبر الحقيقة اللي كان متواجد معاه، الراجل ما كانش بيتكلم، ملوش أي تصريحات، ما بيقولش أي حاجة. كان هدفه الوحيد هو ان هو يؤدي تدريبات على أعلى مستوى، يكون في قناعة كبيرة جدا لمستر مارسيل كولر بإمكانيات كهربا. وربنا يمكن يعني بيكافئه إن شاء الله بإذن الله. منتظرين كهربا ان هو يكون متواجد مع فريق النادي الأهلي خلال المرحلة القادمة اللي محتاجين كل اللعيبة. الاصابات كتيره جدا يا امير، عندنا اصابات طويله، عندنا لاعبين بنفقدها في كل المباريات، فمحتاجين كل اللعيبه، وتحديدا كمان لما بيكون حد بحجم كهربا وبقيمته الفنيه الكبيره جدا محتاجين كل اللعيبه يا امير. كهربا يعني النهارده اقدر اقول لك في قمه سعادته. الرؤيه الفنيه متروكه طبعا لمستر مارسيل كولر، لكن انا باكد على هذا الامر ان الراجل عايز يحط كهربا في الشكل الذي يليق بيه، ويبقى كمان بالشكل الكبير جدا اللي جمهور النادي الاهلي منتظر بيه كهربا. الثلاثي بقى الكريستو والداو خالد عبد الفتاح مروان عطيه، دول ان شاء الله باذن الله يكونوا متواجدين لعيبه النادي الاهلي غدا باذن الله ان شاء الله في قائمه الفريق اللي دافع بيهم من عدو. طبعا دي امر خاص بالجهاز الفني، لكن جاهزيتهم والدور الكبير يا امير اللي بيقوم بلعيبه النادي الاهلي امر مهم جدا، ان انت تساعد اللعيبه على الانسجام السريع، تدخلهم في الاجواء السريعه جدا، ده مش موجود غير في النادي الاهلي وبكباتن فريق النادي الاهلي، اللعيبه الكبار اللي عارفه اهميه هذه المرحله. لعيبه عندها امكانيات كبيره جدا، عندها رغبه كبيره جدا، ينقصها ان شاء الله التوفيق، وايضا كمان التوظيف اللي منتظرين مستر مارسيل كولر يوظف الثلاثي في مباراه النادي الاهلي القادمه. طاهر محمد طاهر باذن الله ان شاء الله يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي غدا، بيعود من جديد. بيرسي تاو الحقيقه يمكن لسه ما شفناش نهايه التدريب، لكن واضح النهارده ان هو ياخد التدريب بالكامل. كل الامور دي بتطمننا بشكل كبير جدا يا امير، ان انت بيرجع لك اكثر من عنصر، اللي انت بتفقد ياسر وبتفقد ايضا كمان عدد من اللعيبه. من امين يمكن ما كانش اتدرب المباراه التدريب الامس، لكن النهارده متواجد. قفشه اطمننا عليه، فالحمد لله كل اللعيبه بتادي تدريبات على اعلى مستوى، ينقصنا التوفيق وينقصنا الدعم الكبير والمؤازره المستمده المستدامه الحقيقه امير من جمهور النادي الاهلي اللي بيكون له دور كبير جدا في المباراه، وتحديدا في المباراه القادمه في هذه الفتره الصعبه جدا يا امير. ان شاء الله يا كريم. يا كريم انا في الحقيقه بشكرك شكرا جزيلا بصراحه، يعني قلت لنا كل حاجه وكل الكواليس تتعلق بالفريق، وجاوبت على كل الاسئله اللي حتى كنت لسه عايز اسالها، لكن في الحقيقه طبعا دايما متالق ومتفوق كالعاده كريم احمد زميلنا العزيز مراسل القناه الاهلي اللي كان معانا من خلال تواجده في استاد مختار التتش او حتى كمان في مقر النادي الاهلي بالجزيره بالتبعيه، واللي تابع مران اليوم وطمنا بشكل كبير جدا على كل الامور اللي تتعلق بالفرقه قبل مواجهه الغد امام سموحه. ان شاء الله الاهلي يكون موفق باذن الله تعالى. اروح لفاصل، بعد الفاصل لسه عندنا كلام، استنونا يلا. اهلا بحضراتكم مره تانية، خلينا نروح لترند الاهلي ونشوف اهم وابرز الاخبار اللي بتتعلق بالنادي على السوشيال ميديا ونعلق عليها، ونبتدي بحساب اليوم السابع على تويتر واللي بيقولوا ان الاهلي يتدرب على ركلات الترجيح استعدادا لمواجهه سموحه في الكاس. ده امر طبيعي ولا بد منه، ولازم تبقى مجهز نفسك لمختلف السيناريوهات اللي انت ممكن تتعرض ليها خلال المباراه، خصوصا ان انت بتلعب بطوله كاس. طبيعي وارد وارد ان شاء الله ما نوصلش المرحله دي ونحسم المباراه بشكل بدري شويه، لكن في كل الاحوال وارد في الاخر تلعب ضربات جزاء ترجيحيه، فلازم تتمرن عليها وتبقى جاهز ليها نسبه 100%. ان شاء الله الاهلي يكون موفق في كل الاحوال ايا كان ايه السيناريو. نروح كمان لحساب يلا كوره على تويتر، وبيقول ان مصدر للنادي الاهلي قال لهم، او مصدر بالنادي قال لهم يعني، ان قفشه جاهز لمواجهه سموحه. ده اللي اكده لنا زميلنا العزيز كريم احمد من رئيس القناه الاهلي من شويه، بعد ما تابع المران وبعد كمان ما اتكلم مع قفشه، وقفشه قال له انا لو هاخد 200 غرزه هلعب. لو واخد 200، هو واخد 20 غرزه تقريبا، 20 ولا 30 مش عارف، بس لو حتى 200 غرزه هلعب. فدي روح مطلوبه جدا، وحرص اللاعب على المشاركه مع النادي الاهلي بشكل او باخر، وحتى الخطه في مباراه المصري كانت ممكن تخليه ما يقدرش يكمل. خطه زي دي اكيد تحسسك بدوخه شويه، تحسسك بعدم اتزان، لكن في كل الاحوال هي دي الروح المطلوبه من قفشه وزملائه، ده امر مهم جدا. فقفشه جاهز يا جماعه خلاص للمباراه. الوطن سبورت سمعوا على تويتر بيتكلموا ان اتحاد الكره يرد على تظلم الاهلي بشان رفع الايقاف عن متولي. طيب الجزئيه دي خلينا نقرا الخبر. قال لك
تقرير وليد عبد الرازق حكم لقاء الاهلي والمصري ان اللاعب تعدى عليه باسلوب غير لائق. كان نفسي بس اخد بالي فين الاسلوب الغير لائق ده، يعني انا عايز اشوفه، انا مش لاقي اسلوب غير لائق. انا شايف واحد بيجري من بعيد جاي كده ماشي، وواحد تاني اللي هو حمدي فتحي بيعترض. لو قلت لي حمدي فتحي اعترض باسلوب غير لائق فاديته انذار ممكن اتقبلها. ليه اتقبلها؟ ليه؟ لان باله حبه يعني حمدي عمال يعترض يعترض يعترض، لكن متولي جاي من بعيد وجاي جري ما لحقش يقول كلمتين رحت مطلع له الانذار. فين الاسلوب الغير لائق؟ بالنسبه لي مش مبرر، بالنسبه لي مش لاقي تفسير، مش لاقي والله العظيم ما لاقي تفسير. فقال لك بالتالي مش هينفع نشيل البطاقه الصفراء يعني، كلام من ده. فمتولي هيغيب على القمه بسبب تراكم البطاقات. ماشي، نروح لخبر اخر. وحساب كوره بلس على تويتر يقول تقرير فني وراء تخلص ابها من لويس ميكيسوني. ويمكن يعني لويس ميكيسوني الاعاره بتاعته اتقطعت مع ابها طبقا اللي تم الاعلان عنه من هناك من السعوديه. فبالتالي موقف اللاعب اكيد هيحدده اداره او تحدده اداره النادي الاهلي ومارسيل كولر. نروح لخبر اخر وحساب كوره 11 على تويتر وتصريحات للحاج عامر حسين. قال لك مفيش حد كان عامل حساب للاهلي انه هيشارك في كاس العالم للانديه، وبالتالي هيتم تاجيل اربع مباريات ليه في بطوله الدوري. ده امر طبيعي يعني. يعني اتحاد الكوره مش بيجامل الاهلي او رابطه الانديه او لجنه المسابقات، يعني مش بيجامل النادي الاهلي ان هي تاجل له، بالعكس لازم يكون في مسانده. ده طبيعي لما الاهلي يكون بيمثل مصر وافريقيا في البطوله او محفل عالمي زي ده، لازم احنا نساند النادي الاهلي كاتحاد كوره، نساعد النادي الاهلي كرابطه انديه محترفه، نحاول نهيئ كل الاجواء والظروف اللي تخلي النادي الاهلي يظهر بالشكل المناسب واللي يليق بينا كلنا كمصريين وكافارقه من خلال مشاركته في كاس العالم للانديه. مش نعاقب النادي الاهلي، مش نضغط على النادي الاهلي او على اي نادي مصري بالمناسبه يمثل مصر في اي بطوله من البطولات الدوليه. لا، لازم يكون في مسانده. ده الطبيعي من اتحاد الكره. دي مش على فكره اتحاد الكره كده مش بيعمل حاجه، مش بيجامل النادي الاهلي عشان ممكن حد يقول اه بص اجله الاهلي. ده طبيعي يا حبيبي ان هو ياجل النادي الاهلي، واخد بالك؟ فدي جزئيه ايضا من جزئيات المهم. ده ما يتعلق بترند النادي الاهلي. فاصل، نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع نواصل. يلا بينا. طمناكم على اخبار النادي الاهلي وجبنا كل الكواليس اللي بتتعلق بالفرقه والاستعدادات الاخيره لمباراه سموحه، واتكلمنا وعلقنا كمان على كل الاخبار اللي بتتعلق بترند الاهلي بالتحديد، ووضحنا حاجات كتير. لكن تعالوا بقى نتكلم شويه عالمي، لان العالمي برده بيبقى مهم لناس كتير جدا، وانا برده من ضمن الناس اللي تهتم بالاخبار العالميه. فتعالوا نروح للترند العالمي، نعلق على بعض الاخبار بالتحديد بخصوص الدوري الانجليزي. وفي فرقتين بصراحه بيتوهجوا الفتره دي، هما مانشستر يونايتد وارسنال. خلينا نبتدي مانشستر يونايتد وحساب سكواكا على تويتر، واللي بيتكلموا على ان من ساعه ما كاس العالم خلص، من ساعه ما خلص كاس العالم ومانشستر يونايتد ما شاء الله لا قوه الا بالله بيفوز. انا بحب مانشستر بالمناسبه من زمان قوي يعني، فبيفوز في كل المباريات، كل الماتشات كسبها، وكل الماتشات راشفورد احرز فيها اهداف. من ساعه ما كاس العالم خلص راشفورد ما شاء الله لا قوه الا بالله، الراجل عندي في الفانتزي واعتقد بقى عندي ناس كتير جدا بصراحه ماشي. فناقص بس ان انا كابتنه، بس ما عنديش الجرأه شويه عشان هالاند موجود. فهالاند تمام موجود، فهتلاقي العالم كله مكابتنه، فلو تألق هالاند انت رحت في داهيه تمام. فبالتالي مش قادر اكابتن لسه راشفورد، بس هو ما شاء الله ماشي بشكل مميز جدا. اخرهم طبعا مباراه مانشستر سيتي اللي فاز فيها مانشستر يونايتد نتيجه 2-1، والهدف الثاني اللي احرزه راشفورد، والهدف الاولاني اللي خد كلام كتير جدا جدا من الناس بخصوص اشتراك راشفورد في الهدف، لكن في الاخر اتحسب. لكن راشفورد اكيد مؤثر للغايه، لكن هناك لاعب اخر ايضا غايه في الاهميه بالنسبه لوسط مانشستر يونايتد، وبشوف ان هو من ابرز الصفقات اللي ابرمت في الصيف الماضي، هي صفقه كاسيميرو اللي تعاقد مع مانشستر يونايتد من ريال مدريد في صفقه مهمه جدا جدا. هنا بنتكلم من خلال حساب ميرور على تويتر، واللي بيقولوا تصريحات لرافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد اللي بيشيد جدا بكاسيميرو. كل العالم بيشيد بكاسيميرو بالاداء، وحش ما شاء الله في الملعب، وحش بعد المستوى المتميز اللي بيقدمه مع الفريق خلال الفتره الاخيره. ده بيحصل بصراحه، اللاعب فارق قوي قوي في وسط ملعب مانشستر يونايتد. فلو وصل التعلق ده على فكره والله العظيم ممكن تلاقي تلاقي مفاجاه في الاخر بمنافسه مانشستر يونايتد على بطوله الدوري. مش بعيد، هو المركز الثالث، فارق ما بينهم وبين مانشستر سيتي نقطه او نقطتين يا جماعه فكروني مش فاكر، يعني نقط قليله جدا بالشكل اللي هم ماشيين بيه ده مع ايريك تين هاج المدرب الصارم القوي المميز كمان على الصعيد الفني. ما تستبعدش ان ممكن في لحظه من اللحظات رغم فرق النقاط اللي ابتعد دلوقتي مع ارسنال، بالنسبه لمانشستر يونايتد تقريبا 10 11 نقطه ما بين مانشستر سيتي والارسنال 8 نقاط، فبالتالي ممكن تلاقي مفاجاه ان هم داخلين في المنافسه. للاسف الشديد
يعني حبيبنا محمد صلاح ونجمنا واللي مندعمه دايما، ليفربول بعيد قوي، بعيد بعد الهزيمه الاخيره كمان من برايتون للاسف الشديد. يعني هنا هنطرح سؤال، هل في حاله عدم تاهل ليفربول المتوقع للتشامبيونز ليج في الموسم الجديد، لانه صعب قوي يحتل، صعب رغم كل شيء وارد، رغم كل شيء وارد ان هو يحتل المركز الرابع على اقل تقدير حتى فيتاهل للتشامبيونز ليج، هل في حاله عدم تاهل ليفربول اللي هو في المركز التاسع دلوقتي ممكن صلاح يمشي، ولا الموضوع بالنسبه له مش مرتبط بالتشامبيونز ليج؟ ما اعرفش، ساتوقع رحيله، اتوقع، لكن خلينا ننتظر، لسه بدري على نهايه الموسم. تعالوا نروح لخبر اخر، هنا بقى نتكلم على ارسنال. ارسنال ماشيين بشكل اكثر من رائع مع ارتيتا المدير الفني الاسباني للفريق، وده حساب EPL World على تويتر بيقول ان ارسنال حققوا 47 نقطه من 18 مباراه، وهو اعلى عدد من النقاط حققه الفريق في هذه المرحله من الدوري في التاريخ، ما حصلتش معاهم حتى في عز الجيل الذهبي بتاع باتريك فييرا وتيري اونري والناس الثقيله واليومبرج، ناس كتير او بيريز كتير كتير في الوقت ده، حتى اللي هم الدوري اللي بدون هزيمه اعتقد كان في 2001 على ما اتذكر، ما حققوش عدد النقاط ده بعد 18 مباراه، بعتقد ان هم بيقتربوا من بطوله الدوري رغم برضه ان الدوري الانجليزي مفاجاته كتيره ما تتوقعش فيه اي حاجه. طيب تعالوا نروح لحساب بي بي سي على تويتر، واللي بيقول ان تشيلسي سيستمع، بص دي يعني مفاجاه، سيستمع للعروض المقدمه لبيع رحيم ستيرلينج، خصوصا ان ستيرلينج انضم لتشيلسي في الصيف الماضي. انا يعني بشوف ان في مشاكل اداريه في تشيلسي، الملاك الجديده دول الناس الجدد اللي جم بصراحه ماشيين بثقافه مصريه شويه عندنا كده، اللي هو انا جيت اهد كل اللي اتبنى قبل كده، واللي هو ايه البعض يعني هنا في مصر بيفكر بالطريقه دي، واروح بقى باني انا من جديد، فاتعاقد مع اي حد باي طريقه، ماشي مدير الفني حتى لو كان عامل مسيره رائعه مع الفريق، وحتى لو حقق الشامبيونز ليج من مفيش، ها اللي هو توماس توخيل، اجيب جراهام بوتر اللي هو المدير الفني بتاع برايتون، او مش ماشي كويس بس متمسكين بيه، ستيرلينج جه بدايه الموسم لا احنا بقى نمشيه ومش عارف نروح جايبين مين، فالقصه فيها لخبطه شويه في مانشستر او عفوا في تشيلسي. ف ستيرلينج ما قدمش المستوى المتوقع منه، وستيرلينج ده لو فاكرين كان في ليفربول كانوا متمسكين بيه قوي ان هو استمر، هو اختار يروح مانشستر سيتي، جابوا مكانه مين؟ محمد صلاح. شوف الفارق ما بين نجمنا العالمي محمد صلاح وستيرلينج دلوقتي، فدي جزئيه غايه في الاهميه برضه. تعالوا نروح لخبر اخر لسه مع الاخبار العالميه، وبرده حساب اي بي ال وورد على تويتر، وبيقول ان تشيلسي هيقدم عرض رسمي لاداره برايتون من اجل ضم لاعب وسط الفريق الاكوادوري موسيس كاسيدو، وخلال الساعات المقبله هيكون في عرض عشان يضموه في شهر يناير. هو من اللاعبين المميزين واللي كان مع منتخب الاكوادور في كاس العالم قطر 2022. هل هينجح تشيلسي؟ اعتقد هينجح، لان تشيلسي ما شاء الله بيصرفوا جامد قوي، بيدفعوا يعني الراجل مدرك اللي هو ارسنال بيحاولوا يجيبوه من بدايه الشهر، راح تشيلسي في ثانيه راح قال لهم يا جماعه خدوا الشختر دونيتسك، خدوا يا جماعه 100 مليون اهو، يلا خلصوا لي اللاعب كشف طبي هوب يلا احنا خدناه، فاهم، احنا تعاقدنا مع اللاعب، فهم بيدفعوا، فنسب فوزهم باي صفقه هم عايزينها كبيره للغايه. تعالوا نروح لكريستيانو رونالدو، ده من خلال حساب كوره بلس على تويتر، وتقييم جاهزيه رونالدو قبل مواجهه الاتفاق بالدوري السعودي. بعد اجتيازه اختبارات اللياقه والتاكد من امكانيه مشاركته لمده 90 دقيقه، رونالدو يخوض اولى مبارياته مع النصر رسميا الاحد المقبل. دي صحيفه الرياضيه السعوديه، فبالتالي رونالدو الكل هيترقب مشاركته مع النصر في اولى مواجهاته مع الفريق او اولى مشاركاته، والكل هيشوف مستوى رونالدو هيكون عامل ازاي، ايا كان بقى انت متفق على الخطوه اللي خدها رونالدو او لا، لكن ده اصبح الواقع دلوقتي. دي الاخبار العالميه، تعالوا نروح لمشاركات حضراتكم وتفاعلكم معانا من خلال سؤال حلقه اليوم وتوقعاتكم لتشكيل النادي الاهلي في مواجهه سموحه بكره وايضا للنتيجه. نبتدي باشرف يوسف، قال لك مساء الخير يا امير، مساء الفل عليك يا شوش، اتوقع شناوي، معلول، هاني، متولي، ياسر، ديانج، السوليه، قفشه، سافيو، الشحات، شادي. ان شاء الله الفوز بنتيجه 2-0 يا رب، ان شاء الله الاهلي يكون موفق. تعالوا نروح كمان لحمودي، اتوقع التشكيل كالاتي: الشناوي، هاني، رامي، معلول، خالد، عبد الفتاح، السوليه، ديانج، قفشه، عبد القادر، الشحات، شريف. اما بالنسبه للنتيجه فوز الاهلي ان شاء الله بنتيجه 2-0 اكيد نتمنى. محمود ابو راس، مساء الخير عليك يا هشام، مساء الفل عليك يا حوده. تشكيلة الأهلي المتوقعة: الشناوي، ربيعة، هاني، خالد، عبد الفتاح، معلول، السولية، ديانج، عبد القادر، قفشة، الشحات،
وبيرسي تاو صعبه شويه، بيرسي تاو ان هو يلحق يشارك صعبه. ان شاء الله الاهلي يصعد الى نهائي كاس العالم، عفوا نهائي كاس مصر، يا رب يسمع بقنا ربنا نوصل كمان لنهائي كاس العالم بشرة خير يعني، رغم ان انت هتقابل ريال مدريد لو وصلت يعني، فبس كل شيء وارد في كره القدم. ان شاء الله الاهلي يكسب 2-0، ده توقعات حوده معانا من خلال سؤال حلقه النهارده. اخر تفاعلين معانا، محمد هليل قال لك الاهلي بمن حضر، ان شاء الله 2-0 للاهلي. اخر حاجه محمد بدوي قال لك مساء الخير يا امير، مساء الفل عليك يا ابو حميد، فوز الاهلي 3-0 التشكيله دي هي الانسب، شناوي متولي ربيعه وحيد هاني حمدي ديانج برونو الشحات عبد القادر شادي. دي كانت توقعات حضراتكم، ان شاء الله الاهلي يكون موفق في الفوز في هذه المباراه، مباراه غايه في الاهميه، بطوله كاس مصر من البطولات المهمه جدا بالنسبه للفريق. ان شاء الله الاهلي يفرحنا بكره ويكون دافع معنوي مهم جدا قبل مباراه صعبه قوي قوي قدام نادي الزمالك يوم السبت المقبل في بطوله الدوري اللي انت بتسعى للفوز بيها، وهي احد اهم اولوياتك هذا الموسم بعد ما انت فقدتها اخر سنتين في ظل كمان تعدد المشاركات والتحديات بالنسبه للفريق. ان شاء الله الاهلي دايما زي ما عودنا يكون في الموعد، واثقين كل الثقه كل الثقه في الجهاز الفني بقياده كولر وايضا اللاعبين. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند، ان شاء الله باذن الله اشوفكم على الف خير، الى اللقاء.